في الليلة 52 قالت شهرزاد للملك شهريار: بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية لما قالت للتاجر الشاب أن سيدتها تريد أن تكلمه قال: حين وصلنا إلى سيدتها قالت: يا سيدي، أنا ما طلبت منك أن ترسل إلي أحداً ليأخذ ثمن القماش إلا لأني أردت تجنب الحرج أمام التاجر، فأنا ما أملك مالاً الآن، فاصبر علي إلى أن أقبض ثمن بضاعة لي وأسدد لك حقك. فكر التاجر الشاب سريعاً وقد استبدت به المحبة تجاهها وقال: خذي ما شئت من القماش وأنا أسدد ثمنها. فكان ذلك. مرت الأيام وباع التجار كل بضاعتي، وصرت أصرف المال على أقمشة السيدة ولوازمها، ولم أزل على تلك الحالة مدة إلى أن بت لا أملك درهماً ولا دينار. فقلت في نفسي: هذا من فعل الشيطان. ثم تمشيت إلى أن وصلت إلى باب السوق، فوجدت الخلق في ازدحام والباب منسد من كثرة الناس. رأيت جندياً فزحمته بغير اختيار، فجاءت يدي في جيبه فجسيته ووجدت فيه سرة مال فأخذتها منه. أحس الجندي بأن جيبه خف فحط يده في الجيب فلم يجد شيئاً. التفت نحوي ورفع يده وضربني على رأسي فسقطت على الأرض. أحاط الناس بنا وأمسكوا لجام فرس الجندي وقالوا: لأي شيء تضرب هذا الشاب؟ صرخ عليهم الجندي وقال: هذا حرامي سارق. عند ذلك أفقت ورأيت الناس يقولون: هذا شاب صالح وليس بسارق. وصار بعضهم يصدق وبعضهم يكذب، وكثر القيل والقال، وجذبني الناس وأرادوا خلاصي من الجندي. ومن حظي جاء الوالي وبعض الحكام في هذا الوقت، فوجدوا الخلق مجتمعين علي وعلى الجندي. سأل الوالي عن الأمر فأخبره الجندي قائلاً: والله يا سيدي، إن هذا حرامي، وكان في جيبي كيس أزرق فيه 20 ديناراً، فأخذه وأنا في الزحام. فقال الوالي للجندي: وهل كان معك أحد؟ فأخبره الجندي: لا. فأمر الوالي حارسه وقال: أمسكه وفتشه. فأمسكني وقد زال الستر عني، فوجدوا الكيس في ثيابي. أخذه الوالي وفتحه وعده فوجد فيه 20 ديناراً كما قال الجندي. بعد ذلك أدرك شهرزاد الصباح وسكتت عن الكلام المباح.